دكتور بشير، برأيك أي الملفات الثمانية التي ستبدأ العمل عليها لستراس بشكل عاجل يعني في الفترة اللي جايه؟ دائما أستاذ أحمد، الاقتصاد يعني على مستوى العالم الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة، بل إن السياسات ترسم بناء على الحسابات والرؤى الاقتصادية. المواطن في أوروبا عموما وفي بريطانيا تحديدا تحركه الحسابات والأوضاع الاقتصادية. كما نعلم وكما ذكرتم، بريطانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وبالمناسبة بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تشددا حيال روسيا، وهذا يعود إلى العداء الأنجلوفوني لروسيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي السابق وونستون تشرشل حينما فكر في توجيه ضربة للاتحاد السوفيتي عقب الحرب العالمية الثانية مخافة تزايد النفوذ السوفيتي في أوروبا والعالم بعد سقوط النازية. لذلك هذا الحزم وربما التشدد البريطاني حيال روسيا كان له أصداءه في الداخل البريطاني، من حيث أن بريطانيا الآن بها أعلى أسعار للطاقة، للكهرباء، للغاز، والمواطن البريطاني يئن بشدة جراء هذا الأمر. لذلك ستكون يعني على قمة أولويات لستراس مسألة التصدي لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد البريطاني، ثم بعد ذلك تتجه إلى قضية اسكتلندا وأيرلندا، ثم ضبط مسار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ثم لملمت شتات حزب المحافظين. كل هذه القضايا ستأتي تباعا، لكن الداخل البريطاني سيحتل أولوية قصوى، وسيتم ترتيب قضايا الداخل وفقا لأهمية كل منها، وبعد ذلك الخارجية، العلاقة مع أوروبا، العلاقة مع الولايات المتحدة. وربما كان الاتصال الأول الذي أجرته تراس مع الرئيس الأمريكي يعكس خصوصية الشراكة الاستراتيجية ما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.